كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا طبعا يعني أنا حزين طبعا للي حصل، كنت أتمنى أن لا يحدث، لكن برضو لازم اللعيبة دي تراجع نفسها، لأن الحب اللي هم اكتسبوه من جماهير نادي الزمالك ممكن يتقلب للأسف الشديد. أنت إزاي مش ملاحظ ده؟ أنت كلاعب كورة بتمثل هذا الكيان اللي خد اللي اداك اسمك، اللي خلاك في وسط المجتمع كده راجل بتلمع، لا الجماهير لا ترحم، ما تستناش بقى اكتر من كده. يعني امتى هتفوق؟ امتى هتفوق؟ امتى هتلعب كرة؟ على فكرة اللي احنا بنطلبه دي كرة القدم الطبيعية، اللي ما يقدرش يلعبها ما ينفعش لعيب كورة، انا بكلمك جد. كرة القدم الطبيعية، محدش بيطلب من حد انه يبقى سوبرمان، مفيش حد بيطلب من اللعيب انه يبقى سوبرمان، ده انا بطلب منك كرة القدم الطبيعية، يبقى عندك شوية تركيز، يبقى الحب بتاع نادي الزمالك ده تفضله عن مصلحة أي حد، واخد بالك؟ وأرجو بقى، معرفش طبعا موضوع اللعيبة اللي ما اتسجلتش دي هل هيبقى لها حل ولا ما بقاش، ولا الموضوع خلاص انتهى يعني؟ ما عنديش فكرة، ربنا ييسر بس ويحل المشكلة دي. أنا طارق يعني معلش يعني زي ما عبد الحليم قال، يا أخي أنا في مشكلة معاك وجيت لك في موضوع، حل لي الموضوع عشان تبقى حتى علمت عليا، تقول لي انا في عز المشاكل اللي انت بتعملها لي جيت ساعدتك، ده انت كمان في الموضوع ده ما ساعدتنيش، مش ما ساعدتنيش انا شخصيا اللي عندي مشكله معاك، ما ساعدتش فئه كبيره جدا 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 بتمثل هذا النادي العظيم.